مرحبا مواليد برج الحمل، كيف بده يكون الأسبوع من الاثنين 9 للأحد 15 أب أغسطس؟ شو في عنا في هذا الأسبوع؟ هذا أسبوع بترتاحوا فيه، أسبوع بتشتغلوا فيه، بتنجحوا فيه، بتتقدموا فيه، بتحتفلوا فيه. يمكن بتلاقوا في بعض في يومين هني رح بيكونوا شوي عجقين عليكم، لكن أسبوع أنا بعتبره أسبوع جيد جدا. طبعا هنالك تأثيرات حلوة من كوكب الزهرة يلي موجود ببرج الميزان يلي رح بيساعدكم شوي من بعيد، ورح يبعث لكم بعض التأثيرات الإيجابية. ما بننسى طبعا تأثيرات الشمس من برج الأسد لأنه هي الداعم الأكبر لكم. كيف بده يكون هذا الأسبوع؟ يوم الاثنين هو أفضل يوم نسبيا، بعدنا تحت تأثيرات النيومون من برج الأسد يلي هو بشكل مثلث فلكي ناري معكم، مع برجكم يعني، وبالتالي دسامة الحظوظ مفروض تكون كبيرة، نسبتها كبيرة وعالية وداعمة ومقوية للمعنويات، بتعطيكم جرأة، بتعطيكم نشاط، بتعطيكم حيوية، بتعطيكم قدرة على تخطي الكثير من العقبات الصغيرة والكبيرة. إذا كان في عندكم عقبات يلي حياته ماشي بطريقة سهلة رح ينبسط كثير يوم الاثنين. الثلاثة والأربعة وتحت تأثير القمر من برج العذراء، أي شغل بتشتغلوه، أي عمل بتشتغلوه مفروض بهاليومين يلي هن بيوقعوا تحت تأثيرات كوكب عطارد حاكم برج العذراء، رح بتلاقوا حالكم انه فعلا ناشطين لكن مشغولين، ناشطين لكن مشغولين، يعني وقت تضيعوا ما في، من المستحسن انه ما يصير في إضاعة للوقت. ليه؟ لأنكم رح تتعذبوا فيهم الخميس والجمعة. الخميس والجمعة هنالك نوع من بعض الضغوط الإضافية يلي بتدخل على الخط، يلي بتحاول انه تنقص مولود ومولودة برج الحمل في لحظة ما، لكن أنا بقول لكم إنه كله بيمشي حاله تقريبا. ليه؟ لأنه شمس موجودة ببرج الأسد، وبالتالي أنتوا بعدكم على شط الأمان. إذا مثل ما لاحظنا التنين نهار ممتاز، التلاتة والأربعة في انشغالات، في اهتمامات، في وقت بده ترتيب كتير للأولويات لحتى ما تضيعوا، لحتى ما تتعبوا، ولحتى ما تفوتوا بالحيطان. أيمتى؟ الخميس والجمعة. الخميس والجمعة لحد هلأ هني أتعب يومين في هذا الأسبوع. نوصل لسبت الأحد 14 و15 أب أغسطس. 14 و15 أب أغسطس القمر موجود في برج العقرب. وجود القمر في برج العقرب والشمس في برج الأسد، هالمربع بين القمر والشمس بالنسبة لكم بيساعدكم لحتى تطوروا طريقة التواصل مع الناس، لحتى تلاقوا الحلول. دايما موالي برج الحمل اللي بلحظة ما أنا بحسه أنه الحمل الوديع الدبلوماسي، مش هالحمل الطاحش العسكري اللي عم بيهاجم، اللي دايما هو في موقع الدفاع او الهجوم عفوا. بلاقيه احيانا في موقع الدفاع عن حاله، بحس حاله انه مظلوم. فبالتالي السبت والاحد هن يومين مهمين لحتى مولود ومولودة برج الحمل يقدروا يمارسوا صلاحياتهم في الدبلوماسية، في الهدوء، في الوصول الى تسوية وتهدئة الأوضاع، أوضاعكم طبعا أنتو يلي يمكن الخميس والجمعة هي يلي ضايقتكم. أسبوع مرتب، ما تعتلوا هم، كل شيء والشمس موجود برج الأسد، أنتم على شط الأمان. الأكثر حظا فيها تكون هالأسبوع مواليد شهر أدار مارس. نتمنى لكم أسبوع حلو، بنلتقي مع الأبراج اليومية، وما تنسوا تتابعوا الأبراج الشهرية. شكرا لكم، باي باي.